صباح الخير، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل ان شاء الله الكايزر. لو اول مره تشوفي قناتي ياريت تشتركي بيها وتدوسي على الجرس علشان يوصلك كل يوم فيديو جديد ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الكايزر اهو، بسم الله ما شاء الله، جميل وهش جدا وطعمه كمان احلى من اللي بنجيبه من الفرن. دي المكونات، ده كيلو دقيق اهو. هستعمل دوبيلا ومعايا 3 معالق خميرة ومعلقة سكر ومعايا فنجان زيت وكوباية لبن دافي ومعلقتين كبار خل، واكتب لكم المقادير كلها في اخر الفيديو. اول حاجة هنحط الكيلو دقيق، هنحط عليه المواد الجافة اللي هي ما هنحط معلقة البيكنج باودر ومعلقة السكر و3 معالق الخميرة. حطينا البيكنج باودر والخميرة والسكر، وهنحط كمان 0.5 معلقة ملح. هنقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هنحط كوباية اللبن الدافي وفنجان الزيت، فنجان صغير، ومعلقتين كبار الخميرة، وهنحط كوباية الزبادي. هكتب لكم المكونات كلها في آخر الفيديو. بعد كده بقى هنشغل عليهم العجان. أهم حاجة نسيبهم يتعجنوا حوالي 10 دقايق. يبقى 3 معالق خميرة، معلقة سكر، ومعلقة صغيرة ملح أو 0.5 معلقة كبيرة ملح، وفي بقى كوباية مية دافية كمان هنحطها بس بعد ما نخلط كل المكونات دول. يبقى في كوباية مية دافية، كوباية لبن دافي، كوباية زبادي صغيرة، معلقتين كبار خل. دي اللي هي المكونات السائلة، ده غير طبعا فنجان صغير زيت. طبعا هكتب لكم كل المكونات في اخر الفيديو. هنسيبهم بقى يتعجنوا فترة كافية اهم حاجة، وبعدين لحد ما نحصل على عجينة ناعمة هنحط بقى بقية المية الدافية. يعني المية اللي هي الكوباية دي بنحطها على مراحل حسب ما العجينة تحتاج. هنسيبهم بقى يتعجنوا تاني فترة كبيرة، يعني 10 دقايق كمان. اهم حاجة العجن الكتير، لحد ما بحصل على عجينة بتلزق كده في ايديا زي ما انتوا شايفين. يعني اهم حاجة تكون لينة وبتلزق. هاخدها بقى تاني اعجنها بقى برا كده بشوية زيت، هعوز ايدي زيت بس، وعجنها لحد ما تشوفوا العجينة طرية ازاي وناعمة. بعد كده هحطها بقى في نفس البولة اللي انا كنت بعجن فيها. وهغطيها بالايه، بفوطة او بالستريتش ريب علشان اسيبها تخمر براحتها. واهم حاجة بقى نشيلها في مكان دافي ويكون ضلمة، ونغطيها زي ما انتوا شايفين كده. هغطيها كويس قوي بالستريتش ريب علشان امنع وصول الهواء ليها. طبعا كل المكونات اللي انا حطيتها دي لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، واللبن يكون دافي والمية تكون دافية. ودلوقتي بقى هغطيها كده زي ما انتوا شايفين كويس. شوفوا بقى ما شاء الله بعد ما خمرت عليت ازاي. هطلعها وانا هخرج بقى الهواء اللي فيها ده، هعجنها عجنة بسيطة كمان بس زي ما انتوا شايفين كده. وهقطعها بقى القطع الكايزر على حسب بقى ما انت عايزة الكايزر كبير، عايزة صغير،
يعني التقطيع ده يرجع لك، يعني كيلو دقيق ده انا قطعته طلع ايه، هتشوفوا دلوقتي طلع كام واحدة. طبعا بعد لما بتشكليها بصوا قطع كده تخليها من فوق ناعمة ومدورة طبعا زي الكايزر، تحاولي ان انت تشكلي تشكيل حلو لان احنا لسه هنسيبها تخمر تاني. فبما ان انا كنت بقرص كده على الرف اللي هو بتاع الفرن او القالب بتاع الفرن نفسه، حطيت فيه ورق زبدة وحطيت فيه الكايزر ودخلته الفرن وقفلت عليه علشان اسيبه يخمر تاني براحته، يعني خمر كمان ربع ساعة كمان ولقيته بقى ما شاء الله حجمه كبر كده بعد الخمر. يعني مثلا القالب ده خد حوالي 10 وحدات كايزر، وفي صينية تانية 20 في 30 خدت برضو 4 وحدات، اهو 8 و4، لا طلعوا 12 وحدة. دلوقتي هجهز بقى عمال ما يخمر اللي هدهنه على الوش، حطيت شوية لبن كده وعليهم سكر ونسكافيه، دول هدهن بيهم الوش، احسن من البيض يعني علشان ايه بيدوا نفس اللون بتاع البيض برضو، يعني لبن ونسكافيه وسكر شوية صغيرين هدهنهم بس على الايه على وش الكايزر بعد ما يخمر، هيخلوا لونه حلو زي ما انتوا شايفين. دول كده خلاص خمروا، هبدأ بقى ان انا اغطيهم باللبن والنسكافيه والسكر والسمسم. والسمسم طبعا يفضل ان هو ما يكونش ايه سمسم محمص، يكون سمسم ني عشان هو طبعا لسه هيخش الفرن هيتحمص تاني. فانا هنا حاطه ايه رشاه سمسم ني، عايزه تحطي حبه البركه حطي يعني انتي وذوقك. ودول كمان هما تخمروا، اهم حاجه تكون العجينه ناعمه ولينه كده، هتلاقي الكايزر طالع معاكي هش وتحفه. بعد كده هدخلهم بقى على فرن حرارته 190، هيقعدوا حوالي تلت ساعة وبعدين تشغلي عليهم الشواية علشان يحمروا من فوق. اول ما تلاقي القعر احمر تروحي فاتحه الشوايه على طول. وهنا طلعوا من الفرن، الولاد طبعا كانوا مستعجلين عايزين يدوقوا فخدوا الاتنين دول بالهنا والشفا. هنفتحه بقى دلوقتي ونشوفه عامل ازاي من جوه، وهنعمل شويه برجر كده ونحشيه بقى بالبرجر والجبنة وكده عشان تشوفوا شكله بعد ما يخلص. هفتحه لكم بقى تشوفوه كمان من جوه قد ايه هو هش وعامل زي القطن. طبعا طعم البرجر اختلف، حاجة بقى بيتي كده. طبعا الكايزر احنا عجنينه بلبن وشوفوا بقى مفيد ومغذي ازاي. هنا عملت البرجر، اهم حاجة طبعا ايه اللحمة المفرومة ما تطوليش عليها في التسوية، يعني طاسة تيفال كده ونقطتين زيت وتشوحيه بس عشان ما ينشفش منك، فمش هياخد وقت طبعا البرجر خالص. وتعمليه طبعا البرجر لحمة مفرومة وملح وفلفل اسود، ولو انت عاملة كيلو لحمة مفرومة حطيله كوباية صويا مجروشة، وحطي بقى التوابل بتاعت البرجر كده وظبطيه. طبعا هو سهل ما بياخدش وقت، اول ما تلاقيه خد لون تروحي مدايره الناحية التانية على طول من فوق، لو عندك جريل كمان هيكون احلى واحلى. واحسن حاجة ان تكون اللحمة برضو فيها نسبة دهون علشان ما يبقاش ناشف ويبقى جوسي كده من جوه.
عايزة بقى افتح لكم الكايزر دلوقتي تشوفوا بقى قد ايه هو من جوه ابيض وهش وتحفة، يعني مش قادرة اوصف لكم كان جميل قد ايه، وعجب الولاد جدا وفرق فعلا في طعم البرجر في الاخر، يعني غير لما تجيبيه من بره وتحشيه، يعني بيبقى طعم تاني. طبعا اليومين دول علشان الحظر مش كل حاجة متوفرة، فانا ما لقيتش بقى كنت عايزة اعمل برجر بقالي كام يوم ما لقيتش كايزر خالص، كل ما اروح اي فرن ولا سوبر ماركت ما لقيش، فاضطريت بقى قلت ايه اعمله قدامكم علشان ايه تعرفوا ان انتوا اي حاجة ممكن تعملوها في البيت. انا كنت بعمل كمان الفينو بنفس العجينة دي، كان بيبقى جميل والله، وتعملي كمية وتشيلي في الفريزر لو في أيام الدراسة بيبقى الفينو متوفر عندك كل يوم، تطلعي وتعملي سندوتشات على طول. يعني العجينة دي ينفع برضو نعمل بيها الفينو. بس هنا بقى خلصت ايه كمية البرجر اهو، شايفين طالع جميل ازاي وجوسي من جوه، وتعمليه تخين كده علشان يبقى طري، ما تحاوليش ان انتي ترفعيه وتبططيه، فخليه كده ايه مقاسه كويس. هنا بقى فتحت الكايزر، حطيت مايونيز والبرجر وطماطم، ولو عندك خس كمان حطي، والجبنة طبعا ايه اللي هي بتاعت البرجر دي اللي احنا دايما نجيبها الشيدر دي، تجيبي نوع كويس، والطماطم وتحطي مايونيز تحطي كاتشب، يعني الحشوات بقى ايه حسب ذوقك، وممكن تحطي بصل كمان طرنشات اهو. بصوا عملنا بقى الكايزر من اوله لاخره واحنا قاعدين، كل حاجة نظيفة، ولا روحنا فران ولا اشترينا حاجة جاهزة من بره، كله بيتي كده نظيف. تأكلي ولادك حاجة مضمونة ونظيفة اهو، شايفين بقى هوريكو تاني، افتح لكم واحدة كمان بقى من جوه. بصوا بقى لما كمان هقسم لكم البرجر نفسه وتشوفوا العجينة من جوه هشة قد ايه، شايفين الجمال تحفة ما شاء الله. اتمنى الفيديو بقى يكون عجبكم وتجربوه، وتبعتولي التطبيقات على جروبي على الفيسبوك وحطولكم اللينك في صندوق الوصف. اهو هنا بحشلكوا بقى واحدة تاني، ركزوا بقى مع العجينة من جوه، شايفين يعني فظيعة وهشة جدا تحفة. لو عايزين كمان تحطوه في التوستر يبقى احلى واحلى، بس انا بقى كنت تعبت وقلت لهم كفاية كده. ممكن طبعا يعني تاخدي كل نص من الكايزر وتحطي في التوستر، ده شكله، وده لما فتحته من جوه. يا رب يعجبكم ومع السلامة.